مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. وجه فيها التهنئة للشعب المصري بهذه الذكرى العطرة، وتحدث فيها عن أهمية وعظمة ثورة 30 من يونيو وما أثرت فيه من تحول في وجه مصر، وما تغلبت وكيف تغلبت على كل التحديات التي واجهت الشعب المصري، وكيف حققت الإرادة الشعبية المصرية. للحديث أكثر عن هذه الكلمة معنا ومعكم عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال، مرحبا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام ومصر بخير وسلام وأمان بمناسبة ثورة 30 من يونيو المجيدة. أهلا بك أستاذ جمال، وكل عام وحضرتك وكل الشعب المصري بخير. كيف تابعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الذكرى، بالذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو؟ نحن نتحدث عن كلمة في الحقيقة تعرضت مسار هذه الثورة المجيدة وكيف أثرت في بناء الدولة المصرية الحديثة، وأن هذه الثورة في الحقيقة استطاعت أن تمهد لمسارات عمل للدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب واسترداد الدولة من خاطفيها هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، أو فيما يتعلق ببناء الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والمرور بهذا الإصلاح الاقتصادي إلى مراحل البناء والتعمير والتنمية، وصولا ل يعني البناء الخاص بالدولة التي تمر به الآن إلى الجمهورية الجديدة أيضا، القيادة السياسية. وكما اعتدنا توجه دائما التحية والتقدير والعرفان لأرواح شهداء الدولة المصرية من رجال القوات الشرطة والجيش البواسل، الذين في الحقيقة قدموا عظيم التضحيات من أجل أن نحيا ومن أجل أن تنتصر هذه الثورة. أيضا السيد الرئيس أثنى على دور الشعب المصري سواء فيما يتعلق باسترداد الهوية الوطنية والخروج توجه هذه الجماعة المتطرفة التي اختطفت الوطن، أو فيما يتعلق بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي والمرور نحو بناء الدولة. نحن نتحدث عن يوم مشهود في تاريخ هذا الوطن، ثورة بالفعل مجيدة، ثورة لولاها ما كنا لنتحدث الآن عن القدرة على التصدي لكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية القائمة. وهذا أيضا ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية لو لم يتحقق ما كنا الآن نستطيع أن نواجه جائحة كورونا وأيضا الأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها من تبعات المتغيرات الدولية. أستاذ جمال، إذا أردنا أن نتحدث للتذكرة فقط عن بدايات هذه الثورة، ثورة 30 من يونيو، والدافع الذي دفع الشعب المصري للقيام بها بالدعم من القوات المسلحة المصرية، بالتأكيد كيف غيرت هذه الثورة من مصير الشعب المصري الذي كانت تعبث به بعض قوى الشر؟ يمكن الدوافع كانت كثيرة، و فكرة أن تستولي جماعة إرهابية على السلطة وتغير الهوية أو تحاول تغيير الهوية المصرية من هوية وطنية لها أركانها السبعة ومظلة بتحتوي جميع الاختلافات ويعني جميع الرؤى في الداخل المصري إلى هوية أيديولوجية متطرفة، هذا كان ربما الدافع الأكبر. الشعب المصري رفض فكرة التطرف، رفض فكرة التنازل عن هويته الوطنية. الشعب المصري في الحقيقة عاش عاما تحت حكم هذه الجماعة الإرهابية، عاما من الظلم والظلمات. نتحدث عن يعني ظلام كان بالليل والنهار، الكهرباء كانت منقطعة بالليل والنهار، كنا جميعا نصطف في توابير يعني لا تنقطع، سواء للحصول على الوقود، للحصول على أناليب البوتاجاز، للحصول على الخبز، وكأننا كنا ننتظر في توابير ننتظر فيها الموت البطيء. الدولة كانت تتجه نحو فكرة الإفشال، الدولة كانت تتجه نحو الانتحار القومي. إذا يعني كان لا مجال، كان لا يوجد مجال سوى أن ينتفض الشعب ويثور في وجه هذا الإفشال وهذا الظلم وهذا السواد، وينتصر لدولته الوطنية، وينتصر أيضا لأحلامه، لأن هذا الشعب في الحقيقة لديه أحلام ولديه طموحات. هذا الشعب الذي لديه إرث
من التاريخ امتد على مدار اكثر من 7000 عام. من الصعب ان تاتي جماعه ارهابيه هزيله مثل هذه الجماعه وتقضي عليه وتقضي على تاريخه وتقضي على مستقبله. وبالتالي الشعب المصري في الحقيقه اثبت امام العالم اجمع انه قادر على الحفاظ على دولته، قادر على استرداد هويته الوطنيه. بل الاهم ايضا ان هذه الثوره في الحقيقه لم تنقذ الداخل المصري فقط، ولكن هذه الثوره نعم هي ثوره مصريه الصنع، صنعت بايادي الشعب المصري، ولكنها ايضا اقليميه التاثير. لولا ان مصر استطاعت ان تثبت ركائز الدوله المصريه وتحافظ على استقرارها وتسترد دولتها وتحارب التطرف والارهاب وتستقر، ما كان الاقليم الان ليستقر. استقرار مصر يجب ان نعترف جميعا انه ركيزه مهمه، بل هي الركيزه الاهم في استقرار المنطقه العربيه بالتحديد والمنطقه وطبعا القاره الافريقيه. وهذا الان له يعني الكثير من الشواهد على ارض الواقع. بنرى الان الدور المصري الاقليمي البالغ الاهميه سواء فيما يتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري او السلم والامن الافريقي. وبالتالي علينا ان نتخيل ماذا كان سوف يحدث لولا لم تستقر مصر، مش بس على الصعيد الداخلي ولكن حتى على الصعيد الاقليمي والدولي. مصر انقذت نفسها والشعب المصري انقذ نفسه وايضا انقذ الاقليم. وبالتاكيد الجيش المصري العظيم كان منصتا لصوت الجماهير، كان السند وكان العون، كان وزير الدفاع حينها الفريق الاول، فريق اول السيد عبد الفتاح السيسي هو من كان محل الثقه لدى الجماهير واستطاع ان يلبي نداء الجماهير. وكان الشعب في الحقيقه اثناء نزوله الى الشوارع ورغم عنف هذه الجماعه الارهابيه كان مستندا على جيشه وعلى شرطته وعلى مؤسسات دولته، وان الجيش لن يتخلى عنه. وبالفعل الجيش لن ولم يتخلى عن الشعب المصري، بل كان هو العون والسند وكان هو في الحقيقه مفتاح نجاح هذه الثوره حينما لبى نداء الجماهير واستطاع ان يصل بصوت هذه الجماهير الى بر الامان عبر خارطه طريق استطاعت ان تنقذ هذه الثوره وتحقق طموحات الدوله المصريه. أستاذ جمال، بالحديث عن الثورة نحن نتحدث عن تحديين رئيسيين واجهتهما ثورة 30 يونيو من البداية، وهما الحرب على الإرهاب والتنمية الاقتصادية. بالحديث في البداية عن الحرب على الإرهاب، هذا التحدي الأكبر الذي لولاه لما تحقق أي إنجاز آخر اجتماعيا واقتصاديا أيضا، كيف تغلبت مصر على الإرهاب وكيف ضربت مثالا وتجربة احتذى بها العالم كله في الحرب على الإرهاب؟ بالتأكيد يمكن العمل بعد ثورة 30 يونيو وعقب 2014 بالتحديد كان مرتبا للغاية، وكان هناك ترتيب لأولويات العمل باستراتيجية في الحقيقة عبقرية تستطيع إنقاذ الدولة. يمكن نتحدث أن الأولوية كانت لمجابهة الفكر المتطرف والإرهاب، وهنا الدولة المصرية اشتغلت على أو اشتغلت عبر عناصر أو ركائز ثلاثة رئيسية. بنتحدث عن المجابهة المسلحة، القوات المسلحة المصرية، الشرطة المصرية، تضحيات الجميع يتذكرها والجميع يقدم لأرواح الشهداء السلام وأيضا لأسرهم دوما العزاء، وايضا يعني تتذكر هذه التضحيات. مع هذه المواجهه المسلحه كانت ايضا فكره المجابهه الفكريه لهذا الفكر المتطرف. وفي الحقيقه هنا الدراما، الاعلام، القوى الناعمه المصريه، فكره تجديد الخطاب الديني، تطوير الخطاب الاعلامي، كلها ادوات استخدمتها الدوله لاحداث مجابهه فكريه حقيقيه لهذا الفكر المتطرف. مع المجابهه المسلحه والمجابهه الفكريه ايضا مصر اعتمدت على ادوات الاعمار والتنميه والبناء كاحد ادوات مجابهه الفكر المتطرف. عشان كده وجدنا يعني الاستثمارات تتدفق الى سيناء، البنيه التحتيه في سيناء بالتحديد والانفاق التي عبرت القناه والمشروعات التنمويه لاهالينا في سيناء، سواء حتى فيما يتعلق بالمدارس، المستشفيات، الطرق، الكباري، المشروعات الزراعيه، البنيه التحتيه بشكل عام. ايضا بنتحدث هنا عن يعني تجربه فريده لمجابهه الارهاب صنعتها الدوله المصريه نتاج هذه الثوره، فكره ان تجابه بشكل مسلح، ان تجابه ايضا فكريا، وايضا ان تستخدم الاعمار والتنميه لمجابهه الارهاب. هذه العناصر الثلاثه في الحقيقه استطاعت ان تنجح التجربه المصريه في محاربه الارهاب، وفي الحقيقه خرجت هذه الاولويه الاولى. بعد كده انتقلت الدوله المصريه الى مرحله
اخرى، وان كان العمل بالتوازي، ولكن كانت طبعا او كانت تسهم في البدايه طبعا لمجابهه الارهاب حتى تستطيع الدوله استرداد الاستقرار الداخلي. ومن ثم الاصلاح الاقتصادي، انا اعتقد ان الاصلاح الاقتصادي كانت او كان معركه يعني بتعبر عن صلابه وقدره المصريين، وراينا اشاره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته لهذه النقطه، لان بالتاكيد لولا ان الشعب المصري مؤمن بهذه الثوره، وايضا يعني مؤمن بالقرارات التي تصدرها القياده السياسيه المصريه واهميتها لصالح الدوله المصريه، ما كنا لنعبر الان في هذا الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي كان مهما للغايه، كان في الحقيقه الطريق للتصدي ايضا للمخاطر المستقبليه التي نواجهها الان، زي الازمه العالميه، زي جائحه كورونا وغيرها من المخاطر. اذا كانت هذه الاولى. نعم، في النهايه بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، بعتذر للمقاطعه وشكرا جزيلا لك. ونتحول الان لمراسلنا زميل عبد الحميد صقر إلى محافظة الجلالة وحوار مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أصبحت مشروعات كبرى كثيرة جدا تواجدهم من محافظات مختلفة إن هم يكونوا موجودين في مدينة الجلالة، هيشوفوها وهيركبوا التلفريك وهيكون في ألعاب مائية وجري، لكن الهدف إن احنا تسليط الضوء على ما هو جديد بشكل مستمر، لأن من خلال حضراتكم أنتم بتنقلوه لكل الناس. يعني التواجد رمزي، لكن النقل او ان هي اللي هيشوف ويعرف ويسمع كل المجتمعات من خلال اعلام مصر. نعم. معالي الوزير، يعني سيادتك اعطت الاوامر لفتح جميع مراكز الشباب لاحتفال بهذه المناسبه السعيده لوزير المناسبه الوطنيه، يعني رساله بنبعتها لكل شبابنا في كل مراكز الشباب في كل محافظات مصر. احنا بنجري وبنتعب كتير جدا، ودايما توجيهات القياده السياسيه نكون موجودين مع الناس. مراكز شباب مصر هي في قلب كل مكان في مصر، في وسط يعني كل المجتمعات. يعني توجيهاتي دايما لكل الزملاء في المحافظات ان يكون في نشاط مستمر، لان الخط الموازي يعني بنطور ونعمر ونغير في مراكز الشباب، لكن الخط المهم جدا هو ازاي نشغل ونفعل ونعمل انشطه مستمره داخل مراكز الشباب. اخيرا رساله بنبعتها للقياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من هني النهارده بالمناسبه الجميله دي، ولولا وجود فخامه الرئيس ما تحقق الحلم وما كنا على ارض مدينه الجلال. من القلب شكرا. تحتها حاجات كتير. اشكرك جزيلا. متشكرين جدا. متشكرين. يلا اهلا بكم من جديد. تابعنا حوارا مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، قام به مراسلنا الزميل عبد الحميد صقر. بالعوده الى كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهه للشعب المصري بمناسبه الذكرى 9 لثوره 30 من يونيو، انضم الينا هاتفيا الاستاذ صلاح مغاوري مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ صلاح مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا بك. كيف تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة للشعب المصري في الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو، وأهم ما تطرق إليه خلال هذه الكلمة؟ هو الرئيس خلال كلمته اليوم في ذكرى 30 يونيو يعني وجه العديد من الرسائل. أولها أن ثورة 30 يونيو هي ثورة صححت مسار الشعب المصري، وهي ثورة خالدة بالفعل واحترمت إرادة الأمة. أيضا الرئيس أشار إلى الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر إلى جانب التحديات الهائلة وقدرة الدولة المصرية على العبور إلى المستقبل، إلى جانب الكثير من الرسائل أهمها أن الوضع الاقتصادي الذي شهدته دول العالم ما كان لمصر أن يعني تحقق ما حققته من نتائج لولا الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق على مدى السنوات الماضية. فلو كانت الأمور يعني صارت على ما صارت إليه كان الوضع الاقتصادي في مصر أصعب من ذلك بكثير، إلى جانب معركة التنمية والتقدم التي أدارتها الدولة المصرية بكفاءة واقتدار. أيضا هناك الكثير من المشروعات القومية التي يعني نشهد يعني نتائجها الآن في ربوع مصر، ولا يعني تقتصر هذه المشروعات على بقعة بعينها أو على العاصمة فقط، لكن امتدت إلى الكثير من المحافظات المصرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
أيضا هناك الكثير من المعاني التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمها أن المستقبل يحمل الكثير من النتائج الإيجابية التي يعني يسعى ويطمح إليها الشعب المصري وتسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية. فثورة 30 يونيو حملت الكثير من المعاني للشعب المصري، أهمها الإرادة المصرية الصلبة وقهر إرادة الإرهاب التي كانت تحاول أن تقض من عضد الدولة المصرية وأن تسيطر على مقادير هذه الدولة التي لولا أبنائها وجيشها وشرطتها الباسلة ما كان لها أن تحقق هذه النتائج على الأرض. قبل ثورة 30 من يونيو أستاذ صلاح كان هناك بداية لانحسار الدور الإقليمي والإفريقي لمصر بشكل ملحوظ، وهذا كان من التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر وثورة 30 من يونيو، فكيف عادت مصر لدورها الإقليمي والإفريقي بعد ثورة 30 يونيو؟ عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 كانت هناك الكثير من التحديات التي واجهت الدولة المصرية، لعل أهمها العمق الأفريقي والعمق العربي الذي كان يعني محل يعني انشغلت الأوضاع في مصر، انشغلت الدولة المصرية بعد عام 2011 بالكثير من التحديات التي عانت منها والتي كانت تسيطر على الوضع الداخلي، الأمر الذي أهملت معه الكثير من القضايا الإقليمية والمحاور التي يعني تحاول السياسة الخارجية المصرية أن تؤمن مصالح الشعب المصري من خلالها، وأهمها البعد الإفريقي والبعد العربي والبعد الشرق المتوسطي. هذه الأبعاد أو هذه يعني الرؤية للسياسة الخارجية المصرية خاصة البعد الإفريقي والبعد العربي يعدان من المحاور الأساسية التي يعني تشكل علامة مهمة بالنسبة للأمن القومي المصري على وجه الخصوص. فالاهتمام بالشأن الإفريقي من شأنه أن يعمق علاقات مصر بالدول الأفريقية، والاهتمام أيضا بالشأن العربي باعتبار أن مصر هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وهي الشقيقة الكبرى للدول العربية. أعتقد أن الرئيس بجولاته المتعددة في دول العالم حمل معه الهم الإفريقي والهم العربي إلى جانب الهم المصري بطبيعة الحال. فالمحاور التي عملت عليها السياسة الخارجية المصرية منذ هذه الفترة وحتى الآن تعمل على يعني أن تكون هناك سياسة خارجية متوازنة مع دول العالم بأسره، وليس لنا مصالح إلا مصالح الشعب المصري ومصالح الأمة العربية والشعب العربي بأسره والشعوب الإفريقية. فالمحاور التي تلعب عليها السياسة الخارجية المصرية تحقق من خلالها أو تحاول من خلالها تحقيق التوازن في مصالح الشعب المصري إلى جانب تحقيق مصالح الشعوب الإفريقية والشعوب العربية بأسرها. تحديان رئيسيان تطرق لهما أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على العالم. كيف أيضا تغلبت مصر في البداية على جائحة كورونا أيضا وضربت مثالا للعالم في التغلب على هذه الجائحة، وكيف تواجه الأزمة الروسية الأوكرانية وما تسببه من أزمة غذاء؟ هو الاقتصاد المصري تأثر كغيره من الاقتصاديات العالمية بالأزمتين كما أشرت. أزمة كورونا بالفعل عانى منها العالم بأسره، امتدت على مدى أكثر من عامين. الوضع الاقتصادي في العالم كان متأزما للغاية نتيجة هذه الأزمة التي يعني انعكست سلبا على معظم الاقتصادات العالمية. أيضا الأزمة الأوكرانية الروسية الآن أصبحت تنعكس سلبا على معظم دول العالم نتيجة أن أوكرانيا تسيطر على معظم صادرات الحبوب والسلع الاستراتيجية لمعظم دول العالم. فأعتقد أن العالم بأسره يعني عانى من هاتين الأزمتين أو يعني هذين التحديين الهائلين. فالإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الإدارة المصرية منذ عام 2014 ومنذ ثورة 30 من يونيو، أعتقد أنه يعني المواطن المصري تخصيص الدولة المصرية لأكثر من 100 مليار جنيه
لمواجهة أزمة كورونا، وال يعني الخطوات الجادة والسريعة التي اتبعتها الحكومة والإدارة المصرية خلال هذه الأزمة، أعتقد أننا جميعا لمسناها ولمسنا يعني أثر ذلك على المواطن المصري والتحديات التي كانت تواجهنا باعتبارنا يعني دولة كانت في بداية طريق الإصلاح الاقتصادي. فهذه الأزمة أثرت بالفعل على الوضع الاقتصادي، وإن كانت الإرادة المصرية وال يعني الخطط التي تبعتها الحكومة المصرية قللت ويعني ساعدت على أن تمر الدولة المصرية من هذه الأزمة، وأعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية الآن أيضا في سبيلها لتجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية، فالإرادة المصرية والإدارة التي تعمل على أن تحقق مصالح شعوبها سواء بالإصلاح الاقتصادي أو المشاريع القومية الهائلة التي تشهدها مصر، أعتقد أننا سنشهد نتيجة ذلك في المستقبل المنصور، وأعتقد أنه سيعود بالنفع وسيعود بنتيجة إيجابية لصالح المواطن المصري. الأستاذ صلاح مغاوري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. ومعنا أيضا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف مرحبا بك. أهلا بك فندم. أهلا. بعد متابعة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو، كيف تابعت هذه الكلمة وما بعثه الرئيس من رسائل خلال هذه الكلمة؟ الحقيقة السيد الرئيس كعادته، أولا أنا لازم أقول كل سنة وكلنا طيبين وسيادة الرئيس بصحة وخير ومصر بصحة وخير، لأن 30 يونيو هي التاريخ الحقيقي لميلاد مصر الحديثة، يعني الله لا يقدر كانت ممكن مصر تختفي إذا لم تحدث ثورة 30 يونيو. طبعا كلمة السيد الرئيس هي كلمة دائما وأبدا بيتكلم في ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول اللي هو بيكون حرصه الكامل على أن يظهر للمواطن كل الحقائق، ما يحدث في مصر، ما ممكن أن يحدث، كيف أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية المصرية بترعى بكل جد واهتمام أن تأمين المتطلبات الرئيسية للشعب المصري، كيف أن الدولة المصرية لا تدخل في أي صراعات خارجية، ولكن على العكس هي الآن محور السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية، كيف أن القيادة المصرية بتحرص بكل جد واهتمام وأخذا بالأسباب في التنمية الاقتصادية الحقيقية والشاملة والمستدامة لمصر. وبالتالي الكلمة هي يعني أنا والحقيقة وأنا بسمع كان السيد الرئيس كنت أتذكر ماذا كان الحال منذ 9 سنوات، وكيف أن الفرحة التي ملأت قلوبنا جميعا بهذه الثورة المباركة أتت وكلها الحمد لله سواء على المستوى السياسي في علاقات متميزة مع كل دول العالم، أو على المستوى الداخلي في بنية تحتية وتنمية اقتصادية أنا لم تحدث في تاريخ مصر الحديث من 70 سنة، وأيضا على مستوى نقدر نقول التلاحم ما بين القيادة السياسية والشعب، قناعة من القيادة بإمكانيات شعبه وقناعة من الشعب بإخلاص وحكمة قيادته. وبالتالي أنا بتصور أننا نسير في الطريق الصحيح رغم العقبات اللي احنا ملناش أي علاقة بيها، بجد كده اختبارنا الله سبحانه وتعالى ليس لنا فقط ولكن للعالم كله، زي كورونا وزي المشكلة لا أنا لا أحب أن أطلق عليها المشكلة الأوكرانية، ولكن هي مشكلة العقوبات الغربية على روسيا، لأن هي دي المتسبب الرئيسي في المشاكل الاقتصادية واللي ابتدى العالم الغربي يعاني منها بشكل كبير جدا. وبالتالي فإحنا نتيجة لأن الأساس الذي تم تنفيذه في السنوات من 2015 وحتى الآن كان اساسا قويا اساسا مخلصا بالحديث أساساً عن حكيماً. هذا الاساس دكتور شريف، ودي كانت النتيجه الاستقرار اللي احنا الحمد لله موجودين فيه. بالحديث عن الجانب الاقتصادي وانت اكثر من يحدثنا عن هذا الجانب بالتاكيد، كيف استطاعت مصر
تحقيق هذه التنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالأرقام دكتور شريف؟ طبعا احنا حضرتك يعني خلينا زي ما سيادتك كده بتقول الأرقام هي خير دليل. صحيح. حجم ما أنفق على البنية التحتية المصرية اللي كانت مهترئة تماما، يعني السيد الرئيس لو حضرتك لو نتذكر يعني بالذات السنة اللي أنا بسميها السنة السوداء اللي هي 2012-2013، كيف وصلت مصر لترهل في كل بنيتها التحتية. ما تم إنفاقه على البنية التحتية في مصر حوالي تريليون جنيه بشكل مباشر، وفي 3 تريليون آخرين دول دخلوا في المشروعات القومية الكبرى اللي هي بدأت تؤتي نتائجها بشكل كبير جدا. طبعا في نفس الوقت احنا بنتكلم ان مثلا في مؤشر مهم جدا، واحنا دايما يعني الامور التحليل الاقتصادية التحليلات الاقتصادية لازم تأخذ في الحسبان، هو حجم الصادرات. حجم الصادرات المصرية غير البترولية كانت يعني لا تتخطى بأي حال من الأحوال من 15 إلى 20 مليار، احنا النهارده داخلين على 50 مليار، وفي الخطة اللي أعلنت وجاري العمل فيها بجد وباهتمام حتى من رجال الأعمال والمصنعين ان احنا نصل لل 100 مليار قبل 2030 حجم صادرات. ايضا لما بنتكلم على الناتج المحلي الإجمالي اصبحنا الان نمرة 2 في كل القارة الإفريقية، احنا داخلين على حوالي 500 مليار دولار ناتج محلي إجمالي. التنمية الاقتصادية ومؤشرات التنمية، مصر دولة من الدول القلائل على مستوى العالم التي حققت معدلات تنمية إيجابية أثناء سنوات كورونا 2020 و2021، والنهاردة مصر داخلة على حوالي 6% تنمية اقتصادية في 2022، وده مؤشر متميز لأن احنا مجرد وصلنا لل 8% اللي أعتقد بإذن الله سنصل ليه في 2023، يبقى وصلنا إلى التوازن في عملية التنمية التي تغطي كل احتياجات الوطن والمواطنين. وبالتالي بالأرقام مصر الحمد لله محققة نتائج متميزة. طبعا في 3 حاجات كمان لازم نذكرهم. الحاجة الأولانية أن دائما وأبدا قبل عهد مبارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كانت الاهتمام بالتنمية في مصر في مناطق جغرافية بعينها، وهي نطاق القاهرة الكبرى وبعض المدن والمحافظات الرئيسية الأخرى. الآن مصر الحمد لله بتعمل، يعني كان دائما احنا بنقول أن حجم العمران في مصر وحجم النشاط الاقتصادي في مصر هو 7%، احنا الان وصلنا تقريبا ل 14%، يعني تضاعفت المناطق. احنا خلقنا مناطق تنمويه جديده، او تم خلق مناطق تنمويه جديده سواء في غرب مصر او في منطقه البحر الاحمر او في الصعيد، وده كان نتيجه الحقيقه لسياسه وخطه محكمه لزياده الرقعه المعموره في مصر. النقطة الثانية، ما تم تنفيذه في شبه جزيرة سيناء التي كانت يعني كان ما يتم فيها قبل السيد الرئيس السيسي بيتم بنوع من الخجل، بنوع من الكسل، هي مش عارف. لكن الآن شبه جزيرة سيناء هي خلية نخل، ليس فقط في النشاط السياسي والسياحي، ولكن في مجال التعليم في جامعة دولية، في مجال الزراعة، في حوالي 600,000 فدان مزروعين الآن، وفي مجال الصناعة، في مجالات كثيرة جدا. زائد أنه تم ربط هذا الجزء العزيز علينا من خلال الأنفاق تحت قناة السويس، ربطها بالحضن الأم المصرية في أفريقيا إلى الأبد وبإذن الله بدون انقطاع. الحقيقة يعني لو قعدت أتكلم يمكن الوقت مش هيكفي، لكن إحنا الحمد لله نسير بشكل متوازن، نسير بشكل نقدر نقول العالم كله شهد لنا بيه. لسه مؤسسات التقييم الدولية عاطية لمصر
شهادات ايجابيه الايام اللي فاتت، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودي الحقيقه يعني عشان بس نكون دي شهادات جداره وشهادات دعايه من هذه المؤسسات، وهي التي بينظر اليها المستثمرين في الخارج، وبالتالي فهي نوع من الدعايه الكبيره للاستثمار في مصر. انا بتصور ان من المطلوب الان التركيز في الفتره القادمه، نتكلم الفتره القادمه يعني باقيه 2022 و2023 و2024 على النشاط الصناعي، التنميه الصناعيه الحقيقيه. السيد الرئيس كان في 2019 بدا في التحول الرقمي والتنميه الصناعيه، ولكن حصل معوقات نتيجه لكورونا. الان الامور بدات تستقر، وبالتالي التنميه الصناعيه الحقيقيه يجب ان يكون هناك صناعه وليس تجميع، يجب ان يكون هناك تصدير من المصانع المصريه. هناك بعض التجارب الرائعه والناجحه في الشركات المصريه، ولكن نحن نريد ان يمتد هذا النجاح من قطاعين بعينهم، اللي هو بعض مواد البناء والكابلات وبعض الصناعات الهندسيه، ان يمتد لكل الصناعات في مصر، وان يتم انشاء شركات كبرى بنوها وتكنولوجيا متقدمه، حتى نستطيع ان نستفيد من الميزات الكبيره جدا 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 اللي موجوده في مصر، اللي اهمها بقولهم تاني ان البنيه التحتيه المتميزه، موقع مصر في قلب العالم، مصر هي مركز لوجستيات الدنيا الان، وايضا علاقات مصر من خلال اتفاقيات التجاره الحره مع حوالي 80 دوله على مستوى العالم، سواء الاتحاد الاوروبي او كل دول القاره الافريقيه او الدول العربيه، اللي بمقتضاها المنتج المصري بيتم دخوله لهذه الدول بدون اي رسوم جمركيه. يجب ان يتم التركيز على هذا لشركات الفار ايست بالذات، اللي هي الشركات اللي في الصين وتايلاند وخلافه. ايضا انا كان لي الشرف قابلت السفير الروسي من فتره وجيزه، وهم خلاص بيبتدوا تنفيذ المنطقه الصناعيه الروسيه، ودي فرصه مهمه لهم علشان الخروج من نطاق العقوبات، بان يتم انتاج المنتجات الروسيه بشهاده منشأ مصري. والحقيقه دي النقطه، انا بقول ان قطاع الصناعه هو القطيره الحقيقيه للتنميه الاقتصاديه. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.